حراس مدمر الشباك فتاك وتوزيع من بلاز ماتويدي ميرا لامبيانيتشي عطي كورة تنهاج كورة هنا 96 في ماتش تاريخي للحارس دو بونوتشي كورة طويلة مهمة كبيرة لاحتواء رونالدو ديدا هو الحارس يتصدر الحارس يعدي رونالدو وتصدر الكرة ماركوس راشفورد تلقى الكرة للدفاع الفريق الايطالي بورتورينو البرشلوني كرة باتجاه رونالدو والكرة رايحة يلعبوا ثلاثة نهائيات في دوري الثمانية بعيد على رونالدو برناردو هو 15-16 رونالدو تعود الكرة وغابة والتسويب مرمى لفريق اليوفي في ريمونتادا التسويب من رونالدو والتسويب ديبالا يبقى بكامل الخلفية حكيم شان كرة ممتازة لاي توزيعة ولاي تسويبة لمزراوي وهذا برناردسكي ميسي هدفه في دوري الابطال ممكن ارقام رقم كرة الركنية ولكن فورمة اللاعبية اللي تصنع الفارق النتيجة 1-0 يا المرة الثانية فانر ويحط الهدف الثاني رونالدو الشامبيون يتجنن لي يتجنن لاعب الاهداف مهندو يمهدلهم يمهدلني يمهدلهم هذا هو رونالدو بولجا بولجا بالارقام يا سلام بولجا يا سلام كل المشاهدين والمباراة تحتل في عشر الأول رونالدو بعد السعادة الكروية الهدف الثاني 20 الهدف الأول يحكي مع الفار هذا مش مرة أخرى كوتينيو فيليب اللي سجل أهداف في مانشستر تسليم يونايتد باللون الحمراء ليفربول فروز زاري رونالدو شي جيفارا الثورة شي في كرة القدم وهذا والهدف هذا يا دافيد يا دخية 2008 من المشاهدين الكرام 2011 كان في الكاس كرة الثالث ماذا يحدث في الصدى كرة مرتدة ميسي يخطف الكرة ويكس امستردام بكل الصورة ومرة أخرى على مرمى دافيد أخي هذه الكرة من حكيم زياد دافيد أخي ملتقط كثيرة من الصحافة ديريكت مباشرة لفانتي